أهلا بيكم في المقطع رقم 15 من هذه الصلاة الممتلئة بالمعاني الروحية الجميلة. نقول كده: يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، يا رب اقبل منا طلباتنا. الصلاة المقبولة. انت بتصلي حلو، بس هو ربنا يقبل الصلاة ازاي؟ هو قال لنا صلوا كل حين ولا تملوا، وكلمة صلوا كل حين يعني قدس أوقاتك. الصلاة تقدس الزمن، فوقتك باستمرار مع الله. لكن عايزك كمان تعرف ان لا يقطع صلواتنا إلا خطايانا. أحسن واحد يفتكر ان انا اصلي كل حين واسيب شغلي، اسيب دراستي، اسيب مسؤولياتي في البيت مثلا، في العمل. لا، طول المسؤوليات دي علينا كلنا، لاننا زي ما بنعيش في مجتمعات كلنا بنخدم بعض، كلنا بنخدم بعض، كل واحد بحسب المسؤولية او النعمة اللي ربنا عطاها له. لكن صلاتك المقبولة لازم نحط لها شروط. هو طبعا احنا عشان بنفكر بطريقة علمية دايما نقول 1 2 3، لكن هي المشاعر اصلا هي الصلاة المقبولة. مشاعرك الحقيقية هي التي تجعل صلاتك مقبولة. وزي ما بيقول لنا الكتاب: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. طلبة الانسان البار تعمل العجب. صلواتك عشان تكون مقبولة لازم تكون بعدة مشاعر أو بعدة شروط. أول شرط إنها لازم تكون من قلب طاهر، قلب نقي. وطبعا يعني أنت بترفع قلبك زي ما بنقول من فضلة القلب يتكلم الفم أو اللسان. قلبك ده إذا كان نقي هيطلع مشاعر نقية، إذا لم يكن نقيا، إذا كان قلبك مش نظيف هيطلع إزاي مشاعر الصلاة الجيدة. يقول لنا في سفر أرمية في إصحاح 29: تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. واحد بيصلي بقلبه، مش بيصلي بشفتيه، مش بيصلي بالكلام. واحد عارف الكلمة اللي بيصليها وحاسسها وفهمها. دي أول مشاعر. مشاعر التانية إن صلواتك لازم تكون بحسب مشيئة الله، بحسب مشيئته. إن طلبنا شيئا بحسب مشيئته يسمع لنا، دي في رسالة يوحنا الأولى. إن طلبنا شيئا بحسب مشيئته يسمع لنا، يعني الله اللي قال لنا صلوا كل حين هو منتظر صلواتنا ومنتظر يسمع أصواتنا كل حين. بس عايز الأصوات ده هي تصدر من قلوب نقية، وتكون الأصوات ده هي والكلمات ده هي حسب مشيئة الله، حسب مشيئة الله، حسب قصده فينا. المشاعر الثالثة انك وانت بتصلي، انت بتصلي وبتطلب وبتجعل اسم المسيح هو معتمد صلاتك. بنو اسم الرب برج حصين. يقول لنا مثلا: مهما سألتم باسمي فذلك افعله. بتصلي باسم المسيح، اذكر اسم المسيح. ومن هنا جت شهرة الصلاة القصيرة، سميها صلاة يسوع: يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. نكررها
ويسموا كده اسم المسيح رأس الحربة، كأن الصلاة السهمية دي أو الصلاة القصيرة عاملة زي السهم، والسهم له رأس، هذا الرأس هو اسم المسيح، اسم المسيح، وكأن هذه السهام هي موجهة إلى محاربات عدو الخير. صلواتك لازم تكون معتمدة على اسم المسيح وباسم المسيح. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، إلى الآن، ده المسيح يقول لنا كده في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 16 في الصلوات أو في وداع العلية، يقول كده: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. اطلب باسم المسيح وعمق الطلب وعيش في لجاجة انه من خلال المسيح يقدم لك اللي انت بتصلي من اجله، ويرتب الظروف كلها عشان تتمتع باستجابة الله. كمان الصلاة المقبولة: اقبل منة طلباتنا في هذه الساعة وفي كل ساعة، ان هذه الطلبات وهذه الصلاة تكون انت اصلا انسان مطيع. في التعبير بتاعنا، التعبير الدايري، يقول على ابن الطاعة تحل البركة. ما هالبركة دي جاية ازاي؟ جاية من خلال الله تحل. والمخالف حاله تالف. الانسان المخالف اللي مش بيطيع، اللي بيكسر الوصية، اللي مش عاجبه حاجة، اللي يحب يبعد ويخالف، طبعا هتكون نتيجته ايه؟ حاله يتلف، ما يبقالوش نجاح في الحياة. فالصفة ده هي: مهما سألنا فننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. دي في يوحنا، رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3. وانت بتصلي لازم تسأل نفسك: يا ترى انت بتطيع الوصية؟ ويا ترى انت في حالة طاعة؟ حالة طاعة وانت بتقرأ في الانجيل كل يوم وبتشعر برسائل الله ليك، يا ترى بتطيع الوصية؟ ولا بتقول ده كلام للكبار بس، ولا كلام للمسؤولين بس، ولا ده كلام للقديسين بس ومش لك انت؟ الكتاب المقدس رسالة لنا كلنا عشان ناخد منها ونعيش في حياتنا اليومية. مع المشاعر اللي قلت لك عليها دهيت، انك بتصلي من قلب ناقي وطاهر، وبتصلي حسب مشيئة الله، وبتصلي باسم المسيح، وبتصلي وانت في طاعة كاملة، ربما اللي يغلف ده كله مشاعر الشكر. مشاعر الشكر، شكرك، رضاك الداخلي. يمكن أجمل مثل وكلنا بنحبه جدا أمنا العذراء، لما في حديثها وظهور الملاك ليها قالت الكلمات الطيبة: ليكن ليك قولك، هوذا أنا أمة الرب، ليكن ليك قولك. نوع من الشكر، نوع من الإنسان اللي فرحان وبيشكر الله على كل النعم اللي بيديها له. أنصحك أنك تطلع كده ورقة وقلم وتكتب 30 حاجة ربنا عطاها ليك عشان تشكر عليها في كل يوم. اقعد اكتبهم كده، الحاجات الحلوة اللي ربنا عطاها لك، حاجات كتيرة خالص، وربما ربنا حفظك من حاجات كانت تضرك خالص. عشان كده جمع كل مفردات انت تشكر عليها ربنا وبترفعها دايما في صلواتك. لما المسيح عمل معجزة وشفى العشرة البرص، تعرفين البرص كان زمان مرض يعتبروه مرض نجس ولا أحد يقترب له، وشفى العشرة، ولكن رجع إليه واحد فقط لكي يشكره، واحد من العشرة. فقال الرب في ألم: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ واحد بس اللي شكر. كتير الناس بتنسى عمل موضوع الشكر ده، ويمكن زي ما بنقول
في تعبير الصحة، بما أننا في موضوع الوباء ده، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فعلا الصحة دي تاج، نعمة، بس الإنسان يشعر بيها لما يتعب أو يمرض أو يلازم الفراش فترة، يشعر بيها زي ما بنشعر بيها دلوقتي. عشان كده مشاعر الشكر، يا رب اقبل منا طلباتنا في هذه الساعة وكل ساعة. خلي دايما خط الاتصال بينك وبين مسيحك مرفوع موجود، صلواتك مرفوعة للسماء، قلبك يناجي الله، قلبك على الدوام يرفع هذه الصلاة، كأن نبضات قلبك، نبضات القلب هي عبارة عن صلوات. ربنا يبارك في حياتكم ويبارك في صلواتكم، ولتكن صلواتنا جميعا مقبولة أمام الله، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. شابو شابو